كده خلاص تمام، احنا كده ركبنا السوستة بتاعت الشنطة وحضراتكم شايفين كده. ايه طبعا يعني ايه زي ما اتفقنا الشغل قدام يعني، وانا بصور بيختلف ان انا بقعد براحتي مثلا بتحكم في حركات ايدي وفي حركة الشنطة عشان اقدر اركب السوستة. ركبت الحمد لله. طب ايه اللي جاي دلوقتي؟ نبدأ بقى عملية تفنيش للشنطة. ايه اللي احنا هنعمله؟ هنحط الاول هنا زينة للشنطة وبعد كده نركب الايد. انا عملت هنا فيونكتين، الفيونكة دي للسوستة والفيونكة دي علشان تركب في الشنطة. قلنا هنثبتها كده او هنثبتها كده، فاخترنا ان احنا هنعملها كده. تمام، هتثبت ازاي؟ نثبتها باي طريقة يا جماعة، ملهاش يعني، مش هنحط خرز يعني، هنحاول ان احنا ما نحطش عليها خرز خالص. ليه؟ عشان ما تزيدش وزن على وزن. كل اللي احنا هنعمله هنثبتها نظام خيط في الشنطة وخلاص. انا هستخدم معايا هنا خيط 50، حضراتكم شايفين كده. هاخد قطعة من الخيط هحاول الف الشنطة كده عشان اتحكم فيها، تالي كده هيكون افضل. انا حطيتها في الركن ده، ده الموضوع يرجع لكم. تقدروا بدل الفيونكة نعمل قلب، نعمل اشكال كتير يعني، بس بتعملي شكل هنا، بتعملي الشكل زي اللي هو على السوست علشان خاطر يبقوا ايه متناسقين مع بعض. طيب هنقول بسم الله. اول حاجة هنثبت كده، انا هعدي الخيط من الخرز اهي زي ما اتفقنا، بنثبت بشكل ما هوش فيه يعني بدون قواعد يعني. تقدري مثلا نقدر نعمل حاجة ان احنا نثبت من في خرزة في كل حتة يعني انا هعمل هنا خرزة مثلا اهي على الخرزة دي، وبعدين خرزة تانية، وبعدين خرزة هنا، وبعدين هنا. مش لازم نلف الخيط عليها، انا هعمل الفكرة دي هنا بحيث ان عشان الوقت، وفي نفس الوقت لو انتوا عملتوها لقيتوها مثلا محتاجة تثبيت بزيادة خلاص الموضوع ايه يرجع لك. انا الهدف ان احنا نشوف شكل الفيونكة وهي راكبة. انا هربط كده، بثبت في خرز يعني خرزة واحدة من كل مكان كده بحيث انها تثبت ونشوف شكلها بس. لكن ايه جمال التفنيش؟ جمال التفنيش بقى في ان انتي ما يبانش خيط، ما تبقاش في حاجة مش مظبوطة. هو ده فكرة التفنيش يا جماعة. لكن تثبيت الحاجة الموضوع ده يرجع لك انتي. بسم الله. نعمل كده. زي ما اتفقنا كل الهدف ان انا بثبت الشنطة بس مش اكتر يعني. انا لفيتها بس على الخرز هنا تاني وهربط ربطة عشان يعني لو انا اكتفيت بالطريقة التثبيت دي يبقى هي خلاص تمام يعني ثابتة مفيهاش مشاكل. نعد الخيط من الخرز البيضة دي كده، وفي عقدة هنا. تمام، شد كويس عشان بس ما تفلتش. هنقص هنا، انا ثبت هنا مثلا جزء، تعالي نثبت في الجزء الثاني. الخرزة دي مثلا هنا هثبتها، الخرزة كده تمام هثبتها هنا. وزي ما اتفقنا التثبيت ده بتاعك انتي بأي طريقة زي ما تحبي،
بحيث ان هي في النهاية تديك النتيجة اللي انت عايزاها. هنلف تاني هنا عشان نثبتها كويس. نربط كمان ربطة. الخيط ده خيط 50 جرام. تمام. نقص هنا الجزء ده هنا. احنا ثبتنا من هنا ومن هنا. ندور على مكان تاني كده نثبت فيه، وليكن ثبت هنا. نجيب بس إبرة الكروشيه بسم الله. هنا مثلا كده هنقول اي خرزة منهم مش هتفرق كتير، بس لازم تريح الفيونكة. يعني اهم حاجة عندي الفيونكة تكون مستريحة. خلاص هي جت معايا الخرزتين، مفيش مشكلة. نلف كده نربط. انا بحاول ادور على وضع بحيث الفينكة تبقى مرتاحة، ما تبقاش يعني تحسيها انها متكومة او مش مفرودة كويس. الإبرة دور على أي خرزة اهي، ناخد دي معانا وهنربط. ولازم لازم الفنكة نثبتها من النص طبعا عشان خاطر يعني ايه تبقى مظبوطة وتبقى ثابتة. هنلفها هنا كمان لفة. تمام كده يا جماعة. هنعمل ايه هنا؟ هنا ثبتنا من هنا، ثبتنا من هنا، ممكن نثبت من الطرف التاني. انا هثبت بس اهم حاجة عندي من النص بأي خرزة منهم، مش شرط كلهم. هناخد خرزة هنا أو اسحبها بالإبرة. بسم الله. بس هنعدي من هنا
خلاص دي نعدي الخيط بس كده من اي من الخرزة اللي بنرجعه فيها تاني، هنحاول نسحبه بس خلاص كده. احنا هنقص زيادات، انا بس بديكوا الفكرة نفسها خلاص، يعني انتوا بعد كده التثبيت بزيادة ده بتاعكم. دي كده الفيونكة بتاعت الشنطة خلاص. ايه اللي جاي بقى؟ هنعمل الفينكة الصغيرة هنا في السوستة. السوستة ليها الدلاية بتاعتها، شايفين الدلاية دي؟ احنا عايزين نركب عايزين نركب الفينكة دي فيها عشان تبقى ماشية مع الفينكة اللي في الشنطة. تمام، انا هجهز المسامير بتاعتها وارجع لكم. انا جبت كده المسمار ده اللي بنركب بيه الميداليات ده، وهنا في دبلة صغيرة، وادي الفيونكة. احنا هنعمل ايه؟ هنعدي المسمار هنا او دبوس يعني زي ما بيسموه، وبعدين هنبدأ نلفه. هنلفه لفة صغيرة كده، برمة بسيطة كده، بعدين نحط الدبلة. ممكن نستغنى على فكرة، ممكن نستغنى عن الدبلة خالص، ممكن نستغنى عن الدبلة خالص يعني بلاها خالص كده، ونجيب هنا العلاقة بتاعت السلسلة كده ونثبت فيها على طول، يعني مش لازم الدبلة كده. بسم الله. تمام كده يا جماعة اهي. يعني لو حبينا هنشوفها في التصوير الشنطة بشكل أوضح، بس هي كده بشكل مبدئي. ادي الفيونكة دي راكبة هنا اهي. هنفتح السوستة نقفلها هي معانا. هي انا عملتها فيونكة عشان تمشي مع الفيونكة دي كده. احنا الحمد لله خلصنا كل حاجة تخص الشنطة، باقي دلوقتي على تركيب الايد. طب هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف كده ايه اللي جاي دلوقتي. احنا هنا اختلفنا يعني في فكرة الايد، هل هنعملها خرز ولا هنعملها حاجة تانية. فكان اقتراح بنتي قالت لي ان احنا نعملها سلسلة، فجبنا احنا سلسلة، دي سلسلة كده دي اللي هي علشان الضغط. وعملنا ايه بقى؟ جبت هنا الاكسسوارات بتاعت الشنط، جزء مستطيل هنا في الطرف السلسلة. طبعا انت بتقيسي السلسلة المناسبة علشان ظهر يعني ظهر بنتك وهي بتشيلها الطول قد ايه. امكانية ان انا اركب سلسلة بنظام الحزام تقصر وتطول هنا الموضوع صعب شوية، وفي نفس الوقت هي حاجة خاصة ببنتي، فمش محتاج ان انا اكبر وصغر وطول واقصر والكلام ده. انا بظبطها على قدها وهي حاجة خاصة بيها بتاعتها هي وبس. ادي جزء وادي هنا في الطرف التاني، وجيت في نص السلسلة ركبت كمان واحدة. تمام كده. الواحدة دي اللي هي هتركب في ظهر الشنطة، ودول اللي هما في الاطراف من تحت. تعال نشوف هنعمل فيها ايه.
بالنسبة لظهر الشنطة، هي العدد هنا 15، 2 4 6 7، 2 4 6 7، هنركب هنا. تمام، تعال نجيب خيط 80، نحاول نشوف خيط 80، لو ممشيش هنغير معاه خيط 70، بس ان شاء الله يركب. انا عايزة خيط 80 عشان يبقى جامد. اتنين اربعة ستة سبعة، يبقى من هنا هنعمل كده. بسم الله، زي ما توقعت خط 80 هيبقى تقيل فعلا، مش هيركب. طيب احنا هنعمل حاجة، نجيب خيط هتستعمله مكانها هنا خيط 70 او 60. تمام يا جماعة، انا هستعمل الخيط اللي موجود قدامي حاليا عشان بس ايه. هنا هستخدم الخيط ده اللي متاح قدامي دلوقتي عشان بس ايه ننجز في الامر. تمام، انا معايا هنا الخرزة دي، هعمل عليها غرزة رباعية. عمل عليها غرزة رباعية. تمام كده، وعمل كمان غرزة رباعية. عملنا كده، احنا ايه عملنا 2 غرزة رباع. تعالوا بقى نشوف السلسلة بتاعتنا اللي احنا عايزينها. ادي السلسلة اللي في النص، هركبها كده. انا عارفة ان هي هتثبت بطريقة كويسة جدا. تمام تمام كده، ادي السلسلة اهي. انا بس عايزة دي تبقى بره الشغل. انا هنا عملت هنا في الخرزة اللي في النص هنا غرزة رباعية وغرزة رباعية، وبعدين حطيت المستطيل ده بتاع السلسلة، وبعدين هجيب اعمل غرزة رباعية ازاي بقى. هقفل هنا، بسم الله، ادي الخرزة وادي الخرزة التانية اللي قصادها. معلش ما حطيتش خرزة، حط خرزة كده، وبعدين عديها هنا اهي، وبعد كده احط واحدة. دي فكرة تثبيت الشنطة معايا يا جماعة. هعمل ايه، انا هلف لفة كمان في الجزء ده عشان خاطر بس ما يعني تبقى متينة. يعني احنا اتفقنا هنستخدم معاها خيط يكون قوي. خيط 80 معداش، لان هو الشغل كله جايب خيط 80، فكان الموضوع تقيل شوية. فانت هتستبدليه بقى، لو تيسر معاكي انك تستخدمي خيط 70 تمام، ما كانش يبقى خلاص خط 60 مفيش مشكلة. يعني هقعد اجيب الابرة بتاعتي.
هنرد. انا عديت نزلت الخرزه كده رجعتها، انا كاني بلف حوالين الجزء ده يا جماعه، كاني بلف حوالين الجزء ده عشان اثبت اكتر الخيط. هنا كده فجيت لفيت لفه كامله ورجعت للمكان قبل الطرفين وهنرد. تبدي تفك او تتقطع؟ لا خالص خالص، يعني خيط الستين طبعا يكون نوعية كويسة من الخيط، لان في نوعيات من الخيط بتتقصف، فلا خيط الستين كويس لما يكون متين ونوع نضيف يعني كويس. انا هلف لفة هنا كمان اهي عشان ما يبقاش فيه اي فرصة. تمام كده، كده تمام. ركبت اهي، تعالى ننزل السلسلة بتاعتنا او الدبلة بتاعتنا اهي، بصوا كده كده تمام خلاص. ايه اللي احنا هنعمله بقى؟ هنبدأ نفرد ايد الشنطة اهي. مطلوب مني الجزء ده، نفس الكلام هنركبه بنفس الطريقة هنا تمام، بنفس الطريقة هيركب هنا، والجزء التاني بنفس الطريقة هيركب. انا هعمل معاكم الجزء ده ونشوف الجزء التاني هنركبه مع بعض ولا ايه. هنجيب الخيط احنا ثبتنا اللي هناك في النص، ماشي تمام كده. الجزء ده ثبتناه في النص، تعالى كده. بالنسبة للطرفين هنا انا هاجي عند الخرزة دي اعديها واقف هنا، وهنا هطلع لفوق كده وهبني هنا غرزة رباعية، غرزة في الطرف الشمال وخرزة الطرف اليمين ونقفل. كمان غرزة رباعية، خرزة الطرف الشمال، خرزة في الطرف اليمين وهنقفل. تمام كده، احنا هنجيب هنا الايد، لازم تعدليها، لازم نعدلها. اوعي تحطيها بعوجة، معلش تمام كده يا جماعة اهي. هاجي بعد كده اقفل، بص انا عملت، انا بقفل هنا يعني، انا عملت هنا غرزة رباعية وفوقيها غرزة رباعية وحطيت الدبلة، وبعد كده عند الخرزة اللي انا محدداها اللي هي قصادها على طول، سبت واحدة حط في التانية، حطيت خرزة هنا، بعدي هنا كده بسحب بس الخيط اهو، وهنا في خرزة عشان نقفل الغرزة الرباعية
تمام. ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ هلف لفة برضو زي ما عملت هناك عشان نجمدها. انا هعمل حاجة بس هنا كده، هلف لفة كمان في الجزء ده، الجزء ده، في الجزء ده هلف لفة كمان بالخيط كده زي ما يدور، عشان بس ايه نأكد على نجمدها بزيادة. بسم الله. هنحاول نربط ربطة كده عشان بس نمتن العقدة التانية والتالتة. طبعا 3 عقد ليه؟ لان انا بستعمل خط 50 60، ممكن بس يعني في الـ60 مش محتاج تجمدي اكتر من كده. تمام كده يا جماعة، انا هلف اللفة دي كمان. كل الحكاية بس بنثبت الجزء اللي احنا عاملينه اللي هو الشيء اللي مش بثبت هنا كمان، يعني بلف لفة هنا في الجزء ده. عشان ميبقاش في أي فرصة وهنا هيكون صعب. عموما هي كده جمدت إن شاء الله، هي كده تمام متينة. نعمل مع بعض كمان الجزء الأخير. عدلة الشنطة، عدلة ايد الشنطة يا جماعة مهمة، هو تركبوا السلسلة لفة على نفسها. نفس الكلام هنعمله هنا، بصوا كده معايا.
نمتنها كويس قبل ما نبدأ نكمل بقية الغرز. انا بلف كده لفة كمان اهي، بصوا معايا كده اهي، اللي انا بعمله بجمد شغلي مش اكتر يعني. انا هربط هنا ربطة تانية، اعدي الخيط تمام، ابني الغرزة الرباعية التانية تمام كده يا جماعة. مش عارفة هينفع، مش كده، انا ربطت عقدة هنا يا رب تعدي. عدت اهي عشان بس نمتن كل واحدة عملناها كده. عقدة اتنين كفاية، هنعدي كده. هنيجي للدبلة بتاعتنا نركبها اهي، وبعد كده هنحط خلاصة، نعديها من هنا تمام، ونحط خلاصة في الطرف الثاني. ايا كان يعني هنقفلها وهنلف لفة. انا خلاص مش هرجع للغرز اللي فاتت لان خلاص احنا جمدناها يعني. انا بس همتن اخر واحدة بس، لكن الباقيين كلهم تمام. والله ما فيش مشكلة، أحب أأمن بس الشغل كويس. الدنيا تمام يعني، هي فكرة الخيط رفيع فماشي يعني. كده أظن كده تمام. دي كده يا جماعة أدي إيد الشنطة، طبعا الكلام ده كله احنا هنصوره علشان نشوفه كويس. دي كده إيد الشنطة اهي، بصوا معايا كده، أدي الدبلة اللي فوق وادي الدبلة اللي تحت اللي هنا في الجنبين،
وادي جنب الشنطه الفيونكه اللي هي السوسته نفسها، وادي من هنا وش الشنطه. خلصت شنطه الظهر اللي احنا ابتديناها سوا. يا رب تعجبكم، ويا رب ان شاء الله الفيديو يكون مفيد ويكون سهل. هي سهله، هي بكل الاحوال هي سهله، بس هي كل الحكايه انها كفكره يعني مش عارفه، اعتقد انها جديده، ما شفتهاش، ما اتنفذتش قبل كده، الله اعلم يعني، على حد ما انا متابع او شفت يعني. والايد هنا لكم حريه ان انتوا تعملوها، عايزين تعملوها خرز بتثبتوا الدبل الحلقات هنا زي ما انتوا عاملين كده، زي ما احنا عملنا مع بعض يعني. وبعد كده تبداوا تنصبوا الخرز بتاعكم على حسب الطول اللي انتوا عايزينه. انا قست دي على قد بنتي وصممتها على الاساس ده. تمام يا جماعه، خلصت الشنطه النهارده وخلص الفيديو بتاعنا. يا رب يعجبكم، ما تنسونيش في دعائكم بظهر الغيب، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بفرح قوي بتعليقاتكم والله يا جماعه، بفرح بكل كلمه حلوه بتكتبوها، اي ملاحظه، اي نقد بناء، انا يعني بتقبله يعني. تمام، يعني انا متصالحه مع نفسي وعارفه ان الكمال لله وحده، وكل انسان بيغلط وممكن يكون في عيوب في شغلي انا مش واخده بالي منه. انا تحت يعني معاكم في اي حاجه تنبهوني ليها. لغايه نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.